يعني مدتها تكون خلينا نقول بسيطة كويس، ويمكن الشفاء منها تماما، وفترتها يمكن تستمر لأقل من 6 أشهر. الأمراض المزمنة تستمر الإصابة فيها لأكثر من 6 أشهر، وعادة لا يمكن الشفاء منها كويس، لكن يمكن السيطرة عليها زي ما حكينا امبارح والتعايش معها. الأمراض المزمنة كثيرة ومتعددة، لكن احنا يعني ارتئينا بهالمساق هذا نحكي عن مجموعة من الأمراض المزمنة المنتشرة في العالم انتشار كبير. يعني زي امبارح ما شفنا على سبيل المثال مرض السكري، عندنا حوالي 425 مليون شخص في العالم مصابين بمرض السكري، وهذا الرقم مرجح لأنه يزداد في عام 2045 ليصير 629 مليون. فالأعداد كبيرة نوعا ما، ومعدل الإصابات بهذا المرض كثير كويس، وعوامل الخطورة كما حكينا امبارح إذا بتتذكروا عوامل الخطورة مرتفعة، كونه في عندي 3 عوامل خطورة رئيسية ترتبط بالإصابة بهذا المرض، وخصوصا اللي هو السكري من النوع الثاني، قلنا اللي هو الخمول أو قلة ممارسة النشاط الرياضي وقلة النشاط البدني بالعموم، التناول الأكل غير الصحي، خلينا نحكي اللي بيكون غني بالدهون غني بالكربوهيدرات كويس، والأكل والشرب الجاهز بشكل عام، أو خلينا نحكي الجنك فود اللي احنا بنسميه الجنك فود كويس، زي البرجر زي البيتزا زي غيرها من حتى الشاورما، يعني مش الشاورما مش بعيدة عن الجنك فود. كل هاي الأشياء زي ما قلنا، التغذية غير السليمة والتغذية غير المتوازنة وغير الصحية، بالإضافة اللي هو زي ما حكينا اللي هو الخمول البدني، إضافة إلى اللي هي معدلات أو ارتفاع معدلات الوزن. وحكينا امبارح عن مفهوم بسيط هيك اسمه البي ام اي أو البادي ماس اندكس، الناس اللي بالتغذية بتعرفه أو اللي بالعلوم الطبية عموما، اللي هو نسبة الطول أو عفوا نسبة الوزن بالكيلوغرام إلى مربع الطول بالمتر. كل واحد قلنا بيعرف يحسبها لحاله يعني حتى يشوف هو ضمن المعدلات الطبيعية أو لا، لكن بالعموم قلنا إنه بالنسبة للسكري عندنا السمنة والسمنة المفرطة وارتفاع البي ام اي أكثر من 29، هذا يعد عامل من عوامل انتشار أو من عوامل اللي بتزيد من فرص الإصابة بمرض السكري كأحد أخطر الأمراض المزمنة اللي ممكن تصيب الأشخاص. تمام، وزي ما قلنا إنه هذا المرض له مضاعفات، أو هاي المضاعفات إحنا يمكن يعني بنلمس أثرها على المدى البعيد، وقلنا إنه ممكن تأثر على 3 أشياء رئيسية في الجسم. أولها اللي هو شبكية العين كويس، هذا سميناه ريتينوباثي أو اللي هو اعتلال شبكية العين، وقلنا قد يصاب الأشخاص على المدى الطويل بالعمى إذا لم يتم السيطرة على مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم. كذلك اعتلال الكلى تمام، واللي سميناه اللي هو النفروباثي كويس، نتيجة إيش؟ نتيجة كذلك قلنا المشاكل اللي ممكن تكون في الأوعية الدموية اللي هي بتغذي النفرونات أو بتغذي الكلية بشكل عام. إضافة إلى ذلك ممكن يصير في عند الناس هذول نيوروباثي تمام، نيوروباثي اللي هو اعتلال الأعصاب كويس، وهذا بيأثر على كل الجسم، لكن صراحة هو بيقلل الإحساس بالأطراف كويس، بيخلي في شعور بالخدر، بيخلي في شعور بالنمنمة أو شعور بالألم، أحيانا ألم شديد بالأطراف كويس، وبالتالي ممكن يصاب الشخص بجروح قطعية من غير ما يحس، تتحول هاي الجروح القطعية إلى التهابات أو إنتانات بكتيرية اللي هي الجانجرين أو الغرغرينا، ويضطر الطبيب أو يضطر المريض إنه يعني يلجأ للبتر كويس. فقلنا من المضاعفات بعيدة المدى اللي ممكن تصيب الأشخاص المصابين بالسكري اللي هي بتر الأطراف تمام، وقلنا إنه إحنا ممكن نحمي حالنا، ممكن نحمي أنفسنا ونحمي مجتمعاتنا من الإصابة بهذا المرض من خلال اللي هو التشخيص المبكر. قلنا إنه في عندي يعني بشكل رئيسي 3 علامات رئيسية تدل على إصابة الشخص بمرض السكري، أهمها اللي هي قلناهم سميناهم بالانجليزي برجع بعد لكم اياهم، سميناهم اللي هم البوليفيجيا والبوليديبسيا والبوليوريا اللي هو التبول المتكرر كويس، والاستيقاظ اثناء النوم للتبول، والجوع الشديد او الشعور المستمر بالجوع الشديد، وكذلك الاكل اكثر من الكميات المعتاد عليها
الشخص، إضافة إلى علامات أخرى قد تظهر على الـ الأشخاص المصابين بالسكري. وقلنا أنه في عندي مجموعة فحوصات إحنا بنستخدمها حتى نشخص مرض السكري أو نحدد مين هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري. قلنا أنه بشكل رئيسي عن العامل الوراثي، إحنا كل حديثنا تقريبا عن السكري من النوع الثاني، إحنا قلنا في عندنا أو استعرضنا 3 أنواع من السكري اللي هو النوع الأول والنوع الثاني وكذلك اللي هو سكري الحمل، لكن حديثنا كلياته كان أو خلينا نحكي جل الحديث كان عن اللي هو السكري من النوع الثاني. وقلنا أنه زي ما حكينا قبل قليل أنه العامل الوراثي عامل مهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن قلنا أنه في مجموعة من الفحوصات ممكن إحنا نجريها، أولها اللي هو السكري الصيام أو اللي هو الفاست بلاد جلوكوز، أو اللي هو يعني بعد ما يكون الشخص امتنع عن الأكل والشرب لمدة 8 ساعات بنفحص مستوى السكر بالدم، وقلنا أنه مش لازم يتجاوز ال 126 ملي جرام بالديسليتر. وكذلك في عندنا اللي هو السكري العشوائي اللي بناخذ عينة من الدم بأي وقت بعد الأكل قبل الأكل في الصباح في المساء، تمام، مش لازم تتجاوز النسبة 200 ملي جرام بير ديسليتر. وكذلك حكينا عن اللي هو فحص تحمل السكر أو الجي تي تي، تمام، وقلنا انه مش لازم تتجاوز نسبته كذلك ال 200 وملي جرام بير ديسليتر. وقلنا انه في عندي فحص مهم كذلك يجرى اللي هو فحص الهيموغلوبين السكري او اللي هو الهيموغلوبين المسكر او الجلايكيتد هيموغلوبين، وقلنا انه نسبته مش لازم تتجاوز ال 6.5%، 6.5% فاكثر يشخص المريض على انه عنده مرض سكري. هذا كان ملخص سريع للي حكيناه امبارح. واخر شيء حكينا يمكن تتذكروا اللي كانوا موجودين معنا امبارح انه في علاقه وطيده، تمام، للاسف الشديد ما بين السكري او الاصابه بمرض السكري والاصابه بارتفاع ضغط الدم الشرياني، تمام، وحكينا انه العلاقه باي دايركشنال ريليشن شيب، بمعنى انه كلاهما يؤثر على الاخر، بمعنى انه اصابه الشخص بالسكري، تمام، بالعموم يعني سواء كان النوع الاول او النوع الثاني، اصابته بمرض السكري ترفع من احتماليه اصابته ب اللي هو ارتفاع ضغط الدم الشرياني، كونه السكري بيأثر على اللي هو جدران الاوعيه الدمويه الدقيقه والكبيره منها، تمام، اللي هي المايكرو والماكرو فيسلز، تمام، فبالتالي هذا بيأثر على ضغط الدم، ولا راح نحكي شو مفهوم ضغط الدم حتى تعرفوا شو تأثير الوعاء الدموي او تأثير البلاد فيسل هذا سواء كان شريان او وريد على ضغط الدم داخله، هذا من ناحية. ومن الناحية الاخرى قلنا انه ارتفاع ضغط الدم بيؤدي الى الإصابة في السكري، وهلا راح نحكي كيف لما نصل للنقطة هاي ونقول انه والله ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل اللي ممكن ترفع او ممكن خلينا نحكي ترفع نسبة الإصابة بمرض السكري عند الأشخاص البالغين. بالمناسبة قلنا أنه العمر بيلعب دور كبير في الإصابة بالمرض السكري من النوع الثاني، وقلنا الأشخاص اللي أكثر من 35 أو 40 سنة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. هلأ بدنا نحكي عن المرض الجديد اليوم اللي راح نتناوله اللي هو ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو increased blood pressure أو أحيانا بنسميه hypertension أو elevated blood pressure. طبعا ضغط الدم، قبل ما نحكي عن اللي هو ارتفاع ضغط الدم الشرياني بدنا نعرف شو هو ضغط الدم. بتعرفوا إنه القلب مكون من 4 حجرات، والقلب عبارة عن مضخة، هاي المضخة بتضخ الدم في الأوعية الدموية. طبعا بشكل رئيسي في عنا الدم يضخ من قبل اللي هو الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل اللي هو البطين الايسر والبطين الايمن. البطين الايمن بيضخ باتجاه الرئتين والبطين الايسر بيضخ باتجاه الجسم كاملا، تمام، من خلال اللي هو بشكل رئيسي من خلال الايورتا او اللي هي الاورطي او الشريان الابهر واللي بيوزع على كافه الشرايين في الجسم، تمام. الان مرور الدم في الأوعية الدموية هاي، مرور الدم بالشرايين بيعمل ضغط على جدران إيش؟ جدران الأوعية الدموية، تمام؟ الضغط الناتج عن مرور الدم في الأوعية الدموية هذا اسمه إيش؟ ضغط الدم، أوكي؟ إذن هو الضغط الناجم أو الضغط الناشئ عن مرور الدم
في الأوعية الدموية أو الشرايين. وبالعادة الوحدة اللي إحنا بنستخدمها اللي هو مليمتر زئبقي، تمام؟ وبالعادة أنتم بتسمعوا يقول لك مثلا فلان ضغطه 120 على 80، فلان ضغطه 150 على 60، في عندي بسط وفي عندي مقام، تمام؟ في عندي بسط وفي عندي مقام. البسط يمثل اللي هو الضغط الانقباضي، تمام؟ والمقام بيمثل اللي هو الضغط الانبساطي، وهلا راح نحكي عنهم كمان شوي بالتفصيل، تمام؟ لما نحكي كذلك عن المعدلات الطبيعية لضغط الدم. طبعا زي ما بدينا امبارح وقلنا انه في عندي بالجسم شيء اسمه هيموستاسيس، او اللي هو التوازن الطبيعي داخل الجسم، يعني في عندي مستويات معينة للسكر، في عندي مستويات معينة للهيموغلوبين، في عندي مستويات معينة لدرجة حرارة الجسم، كذلك الضغط في عندي مستوى طبيعي لمعدل ضغط الجسم اللي هو لازم يكون اقل من 120 على اقل من 80، يعني خلينا نقول 119 على 79، هذا اللي هو ايش؟ المعدل الطبيعي لضغط الدم. طبعا قلنا الوحدة اللي هي مليمتر ميركوري أو اللي هو المليمتر الزئبقي. طبعا ارتفاع ضغط الدم حالة مرضية، كويس؟ وهي الحالة المرضية مزمنة تعني أن الضغط في الشرايين، تعني أن الضغط الشرايين أو اللي هو الضغط زي ما قلنا قبل شوي الناتج أو الناشئ عن مرور الدم في الأوعية الدموية، أو الضغط الناتج على جدران الأوعية الدموية من الداخل الناتج عن مرور الدم أعلى زي ما قلنا قبل شوي من 120 على 80، أعلى من 120 على 80 اللي هو المعدل الطبيعي لضغط الدم، كويس؟ طبعا اللي بدي إياكم تعرفوه إنه كمان يعني ارتفاع ضغط الدم مش حالة عرضية، كويس؟ يعني إحنا بأثناء حياتنا اليومية ضغطنا بيرتفع وبينزل، هذا شيء طبيعي، كويس؟ شيء طبيعي، يعني لما بكون انا لما بكون الشخص او انا او اي حدا بيكون نايم لفتره طويله 8 ساعات او اكثر، بنلاحظ انه اول ما يصحى من النوم بيكون ضغطه نازل، بعدين بس يبدا بالحركه و يعني تزداد عنده النشاطات الحيويه يبدا ضغطه يرتفع شوي شوي، اعلى فتره اللي بيكون فيها الضغط مرتفع اللي هي فتره الظهيره وقبيل العصر، يعني تقريبا من الساعه 12 للساعه 3، كويس؟ بعد ذلك يبدأ ضغط الدم بالانخفاض إلى يجي الليل وينام الشخص وكذلك ينخفض ضغطه مرة ثانية، ففي عندي fluctuation طبيعي أو اللي هو خلينا نحكي ارتفاع وانخفاض طبيعي في ضغط الدم نتيجة تغير وقت الـ 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 خلينا نحكي وقت الـ 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 الوقت أثناء النهار والليل، وكذلك نتيجة الحركة، وكذلك نتيجة البوزيشن أو اللي هو سواء خلينا نحكي التغير من واقف إلى جالس إلى نائم وهكذا. الآن المشكلة في ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني هي مشكلة مزمنة، تمام؟ وما بتتكون ما بتصير بين يوم وليلة، بمعنى إنه والله أنا مش بصحى لما أكون نايم وأموري تمام، ثاني يوم بصحى وبكون في عندي ارتفاع ضغط الدم، في عندي عوامل كثير إن شاء الله الآن راح نستعرضها بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وطبعا زي ما قلنا إنه هو المرض بينشأ بشكل تدريجي، بينشأ بشكل تدريجي، والعمر هو لاعب رئيسي أو خلينا نحكي واحد من عوامل الاختطار الرئيسية للإصابة بارتفاع ضغط الدم الشريان. بالعموم في عنا حوالي 1.13 بليون شخص في جميع أنحاء العالم بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، معظمهم ثلثيهم يعني تقريبا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وقلنا أن الدخل بيلعب دور رئيسي امبارح، حكينا في الحصول على الغذاء السليم، في الحصول على اللي هي الأماكن المخصصة لممارسة النشاطات الرياضية، وبالتالي الأشخاص اللي بيكونوا عايشين في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل غير قادرين، يعني ما عندهم أكسس على الغذاء السليم، وكذلك ما عندهم القدرة على ضبط ضغط الدم، وأحيانا ما عندهم القدرة على تغطية تكاليف العلاج إن أصيبوا بمرض معين قد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني. كذلك ارتفاع ضغط الدم الشرياني يؤدي إلى الوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، وهلا راح تعرفوا كذلك إنه في عندي مضاعفات خطيرة جدا مرتبطة بضغط الدم الشرياني، وأهمها اللي هو الجلطات القلبية أو الذبحات الصدرية، وكذلك اللي هي الجلطات الدماغية، تمام؟ والجلطات القلبية والذبحات الصدرية عادة ما تكون قاتلة، تمام؟ عادة ما تكون قاتلة، فبالتالي
يعني تسمع مثلا في شخص والله اصيب بجلطه وما قدروش يلحقوه، ما قدروش يودوه على المستشفى، كويس. فبالتالي وخصوصا اللي هم بيكونوا صغار بالعمر، اقل من 30 سنه او اقل من 35 سنه عموما، تمام. فالذبحات الصدريه والجلطات او الخثرات الدمويه اللي بتتكون نتيجه ارتفاع ضغط الدم الشرياني اللي بتكون مكانها في القلب او في الاوعيه الدمويه المغذيه للدماغ، تمام، هاي بترفع من نسبه الوفيات المبكره. طبعا مضاعفات ارتفاع ضغط الدم بتشكل حوالي 9.4 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، زي ما قلنا قبل شوي إنه الجلطات القلبية والجلطات الدماغية إضافة إلى غيرها. طبعا مش بس هيك، يعني ممكن يصير في عندي جلطات في القدمين، ممكن يصير في عندي جلطات بالرئة، ممكن يصير في عندي زي ما قلنا مشكلة فشل كلوي، ممكن يصير في عندي كذلك الإصابة بمرض السكري، وما ينشأ زي ما قلنا حكينا المرة الماضية أو قبل شوي عن الإصابة بمرض السكري، وبالتالي هذا بيرفع نسب الوفيات. 30% من البالغين في الدول العربية يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهي النسبة يمكن خلينا نحكي يعني صحيحة إلى حد ما، لأن عندنا حوالي 32% من الأردنيين مصابين بارتفاع ضغط الدم، وقلنا امبارح يمكن حوالي قدهم أو أقل شوي مصابين بمرض السكري، تمام. ارتفاع ضغط الدم منتشر بين الذكور أكثر من الإناث، كويس. طيب هلأ نرجع لمفهوم ضغط الدم، وقلنا إنه الضغط الطبيعي لازم يكون قديش؟ أقل من 120 على 80 مليمتر زئبقي، تمام. الآن الرقم الأعلى اللي هو هذا ال 120 بنسميه الضغط الانقباضي أو ضغط الدم الانقباضي، وهو قديش قلنا هون لازم يكون طبيعي أقل من 120 مليمتر مركوري. وعندما ترتاح عضلة القلب أو عند انبساط عضلة القلب، كويس، بيصير في عندي إيش اللي هو الرقم الأقل اللي هو 80، هذا اللي هو بقيس ضغط الدم عند سكون القلب، ونسميه إحنا الضغط الانبساطي، تمام. شايفين الجملة هاي، ضغط الدم الطبيعي أقل من 120 على 80 مليمتر ميركوري، يعني قبل شوي قلنا قديش تقريبا 129 او 119 عفوا على كم؟ على 79، هذا ضغط الدم الطبيعي. الا يعني لما بيرتفع ضغط الدم ما بين 120 ل 130 احنا بنسميه هاي نورمال، تمام، او طبيعي مرتفع، كويس، طبيعي لكنه ايش؟ مرتفع. الان المشكله بتصير لما ضغط الدم الانقباضي بيرتفع اكثر من 130 مليمتر ميركوري، كويس، او مليمتر زئبقي او اعلى، او الضغط الانبساطي بيرتفع اكثر من 80 مليمتر ميركوري، تمام، وبيبقى مرتفع مع مرور الوقت. طبعا في نقطه مهمه جدا يعني بحب اشير الها هنا، وزي ما قلنا بالبدايه انه انا ضغط الدم مش بشخصه هيك عبثا، يعني والله اجيت عندي جهاز بالبيت اليوم، والله اخذت المحاضره وحبيت اجرب واقيس ضغط الدم لافراد اسرتي، رحت لقيت واحد ضغط دمه 135 مثلا على 85، ما بقول والله انه مباشره هذا مريض ضغط، تمام. ليش؟ لانه تشخيص مرض الضغط بيحتاج لعده قراءات، يعني الطبيب حاليا لما بده يشخص مريض على انه عنده ارتفاع ضغط الدم بيقول والله سجل لي، اعمل لوج، كويس، يعني سجل لي ضغط دمك بأوقات مختلفة من اليوم، يعني مثلا الساعة 8 الصبح، الساعة 12 الظهر، والساعة 8 المساء على سبيل المثال، على مدى أسبوع، كويس، وبيقارن بين القراءات أثناء اليوم والقراءات على مدى أيام الأسبوع، وبعدها بيقرر إنه والله هذا الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم الشرياني. طبعا إذا كان النمط عالي، يعني دائما فوق ال 130 على 80، معناته احتمال كبير إنه هذا المريض يكون عنده إيش؟ ارتفاع ضغط الدم. طبعا في عندي فحوصات اخرى مثل فحوصات القلب، مثلا مثل خلينا نحكي الاي سي جي او اللي هي تخطيط القلب، وكذلك اللي هو الايكو صوره الصدى للقلب، واحيانا ممكن نعمل فحوصات ثانيه حتى نتاكد ونقول انه والله هذا المريض عنده ايش؟ ارتفاع ضغط الدم. لكن مش النقطه الاساسيه اللي بدي احكيها انه مش من قراءه واحده بقول انه هذا المريض عنده ايش؟ عنده ارتفاع ضغط الدم شرعيا. طيب هلا ارتفاع ضغط الدم في عندي اللي هو البرايمري هايبرتنشن او اللي هو ضغط الدم الاساسي. ليش سميناه ضغط الدم الاساسي؟ لانه سببه غير معروف، كويس، سببه غير معروف. طبعا بشكل رئيسي بيكون اللي هو العمر، تمام، بشكل رئيسي اللي هو العمر، لكن انا ما بقدر اقول بالتحديد انه والله هذا هو السبب الرئيسي، كويس. بشكل ما نسبته 5 ل 10% من حالات ارتفاع ضغط الدم. الآن 90% ل 95% من حالات ارتفاع ضغط الدم هو ضغط دم ثانوي،
secondary hypertension. شو يعني secondary hypertension؟ يعني ناتج عن الإصابة بأمراض أخرى مثل أمراض الكلى، تضيق الشرايين الكلوية، استخدام بعض الأدوية. طبعا هذا هو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، كويس؟ طبعا ضغط الدم الثانوي يمكن علاجه، كويس؟ يعني أمراض الكلى، إذا عولجت أمراض الكلى وإذا عولج تضيق الشرايين الكلوية وإذا توقف المريض عن تناول الأدوية يمكن علاجه، لكن ضغط الدم الأساسي لا يمكن علاجه، خلاص هذا المريض يصنف على أنه مريض ضغط. الآن إذا ما عولجت هاي الأسباب المريض ماله بيتحول لمريض ضغط، ويصير المرض عنده مزمن ويجب عليه التعايش معه. في أي سؤال أو استفسار so far عن الأشياء اللي حكيناها؟ الآن عوامل الخطورة، يعني إيش هي العوامل أو إيش هي الأشياء اللي ممكن تحدث لنا بأجسامنا أو تحدث بالبيئة اللي إحنا عايشين فيها وترفع من نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني أو فرط ضغط الدم. أولاً اللي هو التاريخ المرضي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بمعنى آخر إنه إذا كان في قريب من الدرجة الأولى وخصوصاً الأصول، أب، أم، جد وجدة مصاب بارتفاع ضغط الدم الشرياني، فهذا يعني ارتفاع احتمالية إصابة هذا الشخص بإيش؟ بارتفاع ضغط الدم الشرياني. هذا واحد. اثنين، تقدم بالعمر خصوصا بعد 60، وفعليا يعني بعد 45 أو 50 سنة ترتفع نسبة الإصابة، كويس؟ بعد 60 احتمال تكون إصابته يعني شبه مؤكدة إذا كان عنده تاريخ عائلي. الآن السبب الرئيسي، احنا قلنا انه ضغط الدم ناشئ عن ايش؟ ناشئ عن مرور الدم داخل الأوعية الدموية. ففي عندي عاملين رئيسيات بيرفعوا من نسبة الاحتمال او من نسبة الإصابة بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم الشرياني. اولا اللي هي الأوعية الدموية، كويس، وبشكل رئيسي اللي احنا بنسميها الإلاستيسيتي او اللي هي مرونة الأوعية الدموية، تمام. والعامل الثاني اللي هو الفيسكوسيتي او اللي هو لزوجة الدم وقوة ضغط الدم وقوة دفع الدم داخل الأوعية الدموية، كويس. فالآن مع التقدم بالعمر الأوعية الدموية هاي تتحول من أوعية دموية مرنة، كويس، إلى أوعية دموية احنا بنسميها ريجيد. ريجيد مش متصلبة ولكنها يعني نوعا ما، خلينا أحكي، أقل مرونة بكثير، كويس. يعني مع التقدم بالعمر المرونة، تمام، مرونة الأوعية الدموية بتقل، فبالتالي الضغط الناشئ عن مرور الدم داخل الأوعية الدموية بيرفع من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني أو اللي احنا بنسميه بالعامية الضغط. الجنس، الذكور أعلى إصابة من الإناث. الإصابة بمرض السكري زي ما قلنا قبل شوي إنه الإصابة بمرض السكري ترفع نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني. كذلك ليش؟ لأنها بتأثر على الدم، بتأثر على الفيسكوسيتي، يعني بتقلل اللي هي لزوجة الدم، بتقلل لزوجة الدم، وكذلك بتأثر على الأوعية الدموية، بتزيد من تصلب اللي هو الأوعية الدموية والشرايين بشكل رئيسي، وبالتالي هذا بيؤدي إلى الارتفاع الاحتمال الإصابة بمرض السكر، أو عفوا بيؤدي إلى ارتفاع الاحتمال الإصابة بمرض ضغط الدم. وزي ما قلنا العكس صحيح، ارتفاع ضغط الدم بيؤدي إلى الإصابة بالسكري. أمراض الكلى، أنتم عارفين إنه الكلى مسؤولة عن تخليص الدم من السوائل الزائدة ومن الويست برودكتس أو اللي هي والأملاح الزائدة. الويست برودكتس اللي هي نواتج عمليات الأيض بشكل رئيسي اللي هو اليوريا والكرياتينين. طبعا عدم قدرة الكلية على القيام بوظائفها الرئيسية هذا بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، قلنا ممكن يزيد حجم الدم وممكن كذلك تزيد تراكيز المواد هاي داخل الدم وبالتالي يرتفع ضغط الدم. ارتفاع مستوى الكوليسترول، ارتفاع مستوى الكوليسترول بيؤدي إلى الإصابة بشيء احنا بنسميه الأثيروسكليروسيس أو اللي هو تصلب الشرايين وبالتالي كذلك ارتفاع ضغط الدم. الغذاء غير الصحي، أكل ملح زايد، منخفض بالبوتاسيوم، غني بالدهون المشبعة وغير المشبعة، وكميات قليلة من الفواكه والخضار، وشرب الكثير من الكحول، والتدخين بشكل رئيسي، هذول من عوامل الاختطار.
قلة النشاط البدني، التدخين والتعرض للتدخين السلبي، مش بس التدخين الإيجابي اللي هو الفيرست هاند سموكر، وكذلك السكند هاند سموكرز أو اللي هم المدخنين السلبيين، الوزن الزائد والسمنة، وحكينا قبل شوي بشكل مبسط عن الوزن الزائد، والضغوطات النفسية المستمرة أو اللي هو البيرسيستنت ستريس أو الكرونيك ستريس. تتذكر يمكن لما حكيت لكم عن الأمراض النفسية شرحت لكم بالتفصيل شو علاقة الإجهاد المستمر بالإصابة بالضغط والسكري، تمام؟ قلنا إنه في عندي الستريس هرمونز اللي هم الابنفرين والنور ابنفرين أو الأدرينالين والنور أدرينالين، هذولا يعني ارتفاعهم بالدم بيؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية، وبالتالي مع مرور الزمن وتعرض الشخص لضغوطات نفسية مستمرة هذا بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وكذلك ارتفاع مستوى أو حدة الشدة النفسية بيؤدي إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، والكورتيزول هو عبارة عن سكر، كويس؟ تمام، او بيؤدي الى افراز او زياده مستوى الجلوكوز بالدم، وبالتالي بعد فتره يبطل البنكرياس قادر على السيطره على مستوى السكر بالدم، وبالتالي ممكن يصاب الشخص بايش؟ ممكن يصاب الشخص ب او عفوا مصاب بالسكري. طيب الان ايش هي الاعراض والعلامات اللي ممكن تظهر على الاشخاص اللي ممكن تدلنا انه والله هذا الشخص قد يكون مصاب بمرض الارتفاع ضغط الدم الشرايني؟ طبعا بالمناسبه ارتفاع ضغط الدم الشرايني بسموه السايلنت كيلر او اللي هو القاتل الصامت، يعني المريض قد يصاب بالمرض ولا تظهر عليه اي اعراض على الاطلاق لفتره زمنيه طويله قد تمتد ل 10 او 15 او حتى 20 سنه، تمام؟ ممكن يصاب يكون مصاب بارتفاع ضغط دم شرايني ولكن لا تظهر عليه اي من الاعراض، لكن بعض الأعراض اللي ممكن تميز هذا المرض اللي هو الصداع في الصباح الباكر، أحياناً النزيف من الأنف، أحياناً عدم انتظام ضربات القلب، وأحياناً ممكن اضطراب الرؤية نتيجة إيش؟ نتيجة المشاكل اللي ممكن تأثر على العيون، وكذلك ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، طنين في الأذن، أحياناً ضيق في التنفس، أحياناً الارتفاع الشديد لضغط الدم يمكن أن يسبب التعب والغثيان والقيء والارتباك والقلق وألم في الصدر وارتعاش في العضلات، كويس؟ لكن زي ما قلنا بالعادة هذا المرض هو عبارة عن قاتل صامت، يعني المريض قد يصاب بالذبحة الصدرية زي ما قلنا أو قد يصاب بجلطة دماغية دون علمه بأنه هو مريض ضغط لفترة زمنية طويلة. طبعا بالعادة احنا قلنا الطبيب ما بيعتمد على قراءة واحدة لا تشخيص ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وإنما بيعتمد على مجموعة من القراءات، بيأخذ اللي هو معدلهم، أقل شيء لازم يكون في عندي قراءتين، كويس؟ طبعا من خلال زيارات أو من خلال اللي هو فحص ضغط الدم اللي هو السلف تيست، يعني إنه الشخص بيفحص لحاله ضغط الدم بالبيت. طبعا زي ما قلنا إنه ممكن يكون اللي هو الانقباضي أكثر من 130 على عفوا الانقباضي اكثر من 130 والانبساطي اكثر من 80، تمام؟ طبعا بهمنا كمان تعرفوا الجدول هذا، كويس؟ هذا الجدول بيوضح قيم ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، تمام؟ يعني الطبيعي لازم يكون اقل من 120 على اقل من 80، المرتفع او اللي سميناه اللي هو الهاي نورمال اللي هو من 120 ل 129 على اقل من 80. الآن ضغط الدم المرحلة الأولى اللي هو stage 1 hypertension اللي هو ما بين 130 ل 139 الانقباضي وما بين 80 ل 89 الانبساطي، ضغط الدم المرحلة الثانية اللي هو 140 وأعلى أو على 90 وأعلى، والمرحلة الأخيرة طبعا هاي بحاجة لإجراء طارئ، يعني إذا قست ضغط الدم لمريض وكان ضغطه أعلى من 180 على أعلى من 120 هذا مباشرة لازم يروح وين؟ لازم يروح على الإمرجنسي، لازم يروح على الطوارئ. طبعا الإجراء اللي هو إحنا بنحاول نخفض من ضغط الدم مباشرة بإعطائه أدوية تعمل على خفض الدم بشكل رئيسي اللي هو ممكن أعطى دواء اسمه ليزكس، كويس؟ أو اللي هو المدر البول إذا أنكم تسمعوا فيه أو يعني سامعين فيه بالعامية بالعامي بسموه اللي هو مدر البول، كويس؟ بنعطى حبة أو بنعطى إبرة حتى إيش نخفض من مستوى ضغط الدم، كويس؟ هذا الجدول مطلوب حفظه. طب
الآن التريتمنت أو اللي هو علاج ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني، أولاً طبعاً المريض إحنا قلنا زيه زي مرض السكري، يعني ممكن المريض يتعايش مع الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني كويس من خلال اللي هو ممارسة النشاط الرياضي بشكل منتظم، اتباع حمية غذائية، فقدان وزن إذا كان هو وزنه أعلى من المعدلات الطبيعية، واستخدام بعض الأدوية الخافضة لضغط الدم كويس. وكذلك من خلال اللي هو الحد من التوتر، الامتناع عن التدخين، الامتناع عن تناول الكحول كويس، فحص ضغط الدم بشكل مستمر، علاج ارتفاع ضغط الدم، وعلاج الحالات الطبية الأخرى اللي أهمها السكري وأمراض الكلى. الأشخاص اللي ما بيلتزموا، الأشخاص اللي يشخصوا على أنهم عندهم ارتفاع ضغط دم شرياني ولكن ما في عندهم التزام بالحمية الغذائية، ولا عندهم التزام بالحمية الدوائية، ولا عندهم التزام بالحمية الرياضية، تمام؟ هذولا يعني بيكونوا عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، أهمها اللي هو الأمراض القلب كويس، أمراض القلب من ضمنها اللي هو في عندي تصلب الشرايين كويس، وتصلب الشرايين يعد سبب رئيسي للوفاة. أحيانا ممكن هذول الأشخاص يعانوا من ألم في الصدر نتيجة الإصابة بذبحات صدرية، تمام؟ وأحيانا ممكن يكون في عندي كارديك أتاكس أو اللي هي النوبات القلبية نتيجة احتشاء عضلة القلب، وأحيانا يتم توقف تدفق الدم من القلب باتجاه الجسم، وبالتالي أحيانا ممكن تموت الخلايا هاي، وأحيانا ممكن يصير في عندي قصور في عضلة القلب وعدم انتظام بضربات القلب. هذا بالنسبة للقلب، تمام؟ وزي ما قلنا أنتم عارفين إنه القلب هو المضخة يعني اللي بتضخ الدم لكل الجسم، يعني الأضرار قد لا تقتصر على القلب وإنما تتعدى إلى أجزاء الجسم الأخرى. الجلطات الدماغية، أحيانا الجلطات الدماغية نوعين على فكرة، في جلطات بتكون يعني يرافقها نزيف، وجلطات بتكون من غير نزيف، تمام؟ فالجلطات أحيانا اللي الجلطات الدماغية اللي قد يرافقها نزيف بتكون بسبب انفجار أو انسداد الشرايين داخل الدماغ، أحيانا ممكن يصير في عندي تلف بالكلى، أحيانا زي ما قلنا تصلب بالشرايين، وأحيانا ممكن يصير في عندي أمراض العين اللي حكيناهم المرة الماضية بشكل بسيط، اللي هم الجلوكوما أو اللي هي المياه الزرقاء نتيجة ارتفاع ضغط الدم في العين، أو الكتراكت اللي هو زيادة إعتام عدسة العين، وأحيانا ممكن يتأثر العصب البصري ويتلف العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة. ألا كيف إحنا ممكن نقي أنفسنا ونقي أهلينا من الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني؟ أولا تناول حمية غذائية صحية منخفضة الدهون، منخفضة الأملاح، غنية بالفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والامتناع عن تناول الكحول، تقليل تناول الملح أقل من 1500 ملغرام يوميا، تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بشكل رئيسي الديتس والبنانز أو الموز والتمر، هذول غنيات جدا بالبوتاسيوم، إضافة إلى اللي هي الخضار أو الفواكه المجففة مثل الزبيب مثلا أو غيرها، أو المشمش المجفف أو غيره. الامتناع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي بشكل رئيسي، الحد من الإجهاد والتوتر النفسي، الوصول إلى وزن صحي، ممارسة النشاط الرياضي بانتظام، والوقاية من وعلاج الحالات الصحية مثل السكري وأمراض القلب، المراقبة الدقيقة لضغط الدم زي ما قلنا قبل شوي، السيطرة على مستوى الكوليسترول في الدم، ومستوى الكوليسترول في الدم يجب ألا يرتفع عن 200 ملي جرام بير ديسيليتر، وتناول الأدوية الموصوفة للمريض بانتظام، تمام؟ هذا هو هيك بنكون أنهينا إن شاء الله موضوع ارتفاع ضغط الدم الشرياني. حد في عنده أي سؤال أو استفسار قبل ما نحكي عن أمراض القلب والأوعية الدموية؟ أي سؤال أو استفسار؟ الكل معنا، الكل متابعين؟ دكتور معك. ماشي، تمام، ممتاز. طيب،
هلا الامراض القلب والاوعيه الدمويه زي ما شفتوا قبل شوي انه السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني هم مرضين يعني رافدات للكارديوفاسكولار ديزيز او اللي هو امراض القلب، بمعنى انه من المضاعفات الرئيسيه للاصابه بالسكري وللاصابه بارتفاع ضغط الدم الشرياني اللي هي امراض القلب. وامراض القلب حكينا قبل شوي استعرضناهم بسرعه، قلنا انه والله ممكن يكون في عندي احتشاء بعضله القلب، ممكن يكون في عندي قصور بعضله القلب، ممكن يصير في عندي عدم انتظام بضربات القلب، وكذلك ممكن يكون في عندي توقف لايش عضله عمل عضله القلب. طبعا الكارديوفاسكولار ديزيز او اللي هي الامراض القلب بشكل رئيسي تنجم عن امراض اللي هي القلب التاجيه، طبعا او اللي هي الكورونري ارتري ديزيز. الشرايين التاجيه شرايين دقيقه، تمام، متفرعه، خلينا اوريك صورتها، متفرعه من اللي هو الشريان الايورتي، كويس، او اللي هو الشريان الابهر، اوكي، كويس، وهي مسؤوله عن تغذيه عضله القلب، كويس، هي مسؤوله بشكل رئيسي عن تغذيه عضله القلب. يعني هاي لو شفنا هاي الصوره الرئيسيه، هاي الايورتا او اللي هو الشريان الايورتي، وهذول الثلاث شرايين، كويس، هم متفرعات من الشريان الايورتي، وهم اللي بيلتفوا، كويس، وبيغذوا ايش، بيغذوا كل ال 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 بيغذوا كل عضله القلب. هي هم الرايت كورونال ارتري او اللي هي الشرايين التاجيه، كويس، اليمينيه، والشرايين التاجيه اللي بتغذي الجزء اليسار، وفي عندي هون السيركونفلكس اللي هو بيلف وبيغذي القلب من الخلف، اوكي. هاي كذلك صوره ثانيه للشرايين، هاي صورة بتنعمل بالقسطرة، هاي كذلك ممكن تشوفوا صورة ثانية، شوفوا قديش الأوعية الدموية دقيقة وبتوصل لكل خلية بالنهاية من خلايا القلب. الآن أي مشكلة من المشاكل سواء كانت ارتفاع ضغط دم شرياني أو سكري بتأثر على الشرايين التاجية بشكل رئيسي، وبالتالي بتأثر على إيش كذلك؟ بتأثر على اللي هو تغذية عضلة القلب، وبالتالي بتأثر على عمل عضلة القلب. أحيانا ممكن الأمراض الأوعية الدموية الدماغية يكون لها علاقة بالإصابة بأمراض القلب، كويس؟ وكذلك أمراض الشرايين الطرفية وأمراض القلب الروماتيزمية. يعني أحيانا ممكن تسمعوا بأنه يعني شخص يصاب بالالتهاب اللوزتين المتكرر، بالتالي بيقولوا له والله إنه خلص روح شيل اللوز، ليصير لأنه بتنزل عندك على القلب وبتنزل على المفاصل، تمام. لا، في عندي نوع من البكتيريا، كويس، هاي البكتيريا ممكن تعمل اللي هو الريوماتيك هارت فيفر، كويس، او اللي هو امراض القلب الروماتيزميه، وبشكل رئيسي بتصيب ايش اللوزتين، كويس. يعني حتى نتجنب انه المريض يصاب بامراض القلب الروماتيزميه نعمل له استئصال للوزتين. احيانا ممكن يكون في عندي امراض قلب خلقيه، يعني منذ الولاده تسمعوا في شيء بسموه والله فتحه بالقلب، ثقب بالقلب، طبعا هم انواع، في عندي بسموه الاي اس دي والفي اس دي وغيرها، اللي هو احيانا ممكن يكونوا البطينين فاتحات على بعض، الاذينين فاتحات على بعض من خلال ثقب، او حتى احيانا ممكن يكون في عندي ثقب في الايورتيك ارتش، او اللي هو شفناه قبل شوي اللي هو القوس الايورتا الرئيسي هون، كويس، تمام، ممكن يكون في ثقب كذلك على القلب. فهي بنسميها امراض القلب الخلقيه، واحيانا ممكن يولد الشخص بثلاث حجرات بدل اربع حجرات وهكذا. واحيانا ممكن يكون في عندي تجلط الاورده وانسداد الرئوي، كلها تتصنف من ضمن الكارديوفاسكولار ديزيزز. طبعا زي ما قلنا واحنا متفقين عليه من البدايه انه هو واحد من ايش الامراض المزمنه اللي بتستمر الاصابه فيها لفتره 6 اشهر او اكثر. طبعا بعض الحقائق عن مرض القلب، طبعا هي السبب الاول للوفاه على مستوى العالم، السبب الاول للوفاه على مستوى العالم. تتذكر لما حكينا عن السكري قلنا انه في بحلول عام 2030 راح يكون اللي هو ايش السبب رقم 7 للاصابه بالوفاه.
حوالي عندنا 17.9 بالعشرة مليون حالة وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية، أكثر من 75% من وفيات القلب والأمراض القلبية في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، وحكينا القضية هاي وقلنا إنه بسبب عدم القدرة على تناول الغذاء الصحي، عدم القدرة على ممارسة النشاط الرياضي، قلة التثقيف الصحي وغيرها من المشاكل اللي بيعانوا منها الناس، وكذلك يعني البيئة العامة والتلوث والمشاكل اللي ممكن تصير داخل البيئات أو بيئات البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل. طبعا معظم القلب كل معظم عفوا معظم أمراض القلب يمكن الوقاية منها من خلال اللي هو الامتناع عن التدخين، الامتناع عن شرب الكحول، النظام الغذائي الصحي وممارسة النشاط الرياضي. في الأردن في عام 2017 الإحصائيات بتقول إنه في عندي 38.4 بالعشرة من مجموع الوفيات في الأردن بسبب إيش؟ بسبب اللي هو الأمراض غير السارية. طبعا الأمراض غير السارية اللي هم بقصدوا فيها السكري والضغط وأمراض القلب كويس، وبعض الأمراض الأخرى مثل اللي هي أمراض الكلى كويس، اللي هي غير السارية يعني اللي ما بتنتقل بالعدوى من شخص إلى آخر. طبعا بما معنى إنه يعني في نسبة كبيرة من الوفيات في الأردن بسبب اللي هي أمراض القلب والأوعية الدموية. طيب الأمراض القلبية الوعائية بشكل رئيسي هي مجموعة من الاضطرابات بتصيب الأوعية الدموية كويس، ونتيجة إيش؟ نتيجة تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية. خلينا أورجيكم صورة يمكن تكون أوضح لما نظلنا نحكي بشكل نظري. الآن شوفوا الصورة هاي بتوضح الفرق ما بين اللي هو وعاء دموي طبيعي، هذا بسميه احنا اليومن او اللي هو التجويف الداخلي للوعاء الدموي، وهذا ايش؟ شخص عنده اثيروسكلروسيس او اللي هو تصلب بالشرايين او اللي هو مرض خلينا نقول قلبي وعائي. بنلاحظ انه في عندي ايش؟ تراكم للدهون في داخل اللي هو الوعاء الدموي، وبالتالي هذا بيؤدي الى ايش؟ الى تضيق كويس، يعني يمكن كذلك الصورة هاي تكون واضحة أكثر، ممكن تؤدي إلى تضيق داخل الشريان هذا بشكل رئيسي أو الوعاء الدموي، وبالتالي في عندي خلايا دم حمراء ماشي. الآن الخلايا الدم الحمراء لما بتمشي في الوعاء الدموي كويس باتجاه معين زي ما أنتم شايفين مثلا إذا كان شريان ولا كان وريد، لكن هي بشكل رئيسي بالشرايين، تضرب بالجدار المتضيق، وبالتالي بصير في نوع زي النزيف، يعني زي كأنك انت بتنجرح بشوكه او بتنجرح مثلا بشيء حاد من برا، فبتتكون خثره دمويه بسيطه. الخثره الدمويه هاي بتتجمع عليها خثرات دمويه اخرى، وبالتالي بصير في عندي تجلط وانسداد للوعاء الدموي. هذا بشكل مبسط اللي هو المرض الامراض القلبيه الوعائيه. طبعا منع تدفق الدم او الخثره الدمويه هاي إذا كانت بالشرايين التاجية اللي شفناها قبل شوي، معناته توقف ضخ الدم للقلب، وبالتالي توقف القلب عن العمل كويس، وهي اللي بنسميها اللي هو النوبة القلبية أو الهارت أتاك. إذا كانت الأوعية الدموية هاي بتغذي الدماغ، وبالتالي ممكن يصير في عندي جلطة دماغية أو سكتة دماغية نتيجة إيش؟ نتيجة الانسداد الأوعية الدموية المغذية للدماغ. أحيانا إذا كان الانسداد صار في أوعية دموية تغذي الساقين أو الذراعين، بصير في عندي أمراض الشرايين الطرفية. أحيانا زي ما قلنا ممكن يصير في عندي أمراض قلبية روماتيزمية قلنا ناتجة عن بكتيريا المكورات العقدية أو اللي هي الستريبتوكوكال انفكشنز او لا عفوا الستريبتوكوكال انفكشن، واحيانا زي ما قلنا اللي هو الامراض التشوهات القلبيه الخلقيه وتجلط الاورده او الانسداد الرئوي. يعني زي ما قلنا قبل شوي انه مش شرط يكون الانسداد في الاوعيه الدمويه الشريانيه او الشرايين، انما ممكن يكون الانسداد وين؟ ممكن يكون الانسداد في الاورده. أكثر الأمراض شيوعاً اللي هي الكورونري هارت ديزيز أو اللي هي الأمراض القلبية الشريانية. العمر بيلعب دور بارتفاع نسبة الأشخاص المصابين بهذا المرض كويس. زي ما قلنا إنه المشكلة الرئيسية بتوقف ضخ الدم
لا القلب، وبالتالي ممكن يصير في عندي نوبة قلبية شديدة، كويس، بعدها الجسم يتعافى. أحيانا ممكن هاي النوبة تؤدي إلى الوفاة، وخصوصا زي ما قلنا في الأشخاص اللي أعمارهم أقل من 35 سنة. الأشخاص اللي عمرهم 40 سنة وأكثر، أو حتى 50 سنة وأكثر، بيكون في عندهم إشي بنسميه الكولاترال سيركوليشن، أو اللي هو الدورة الدموية الجانبية، اللي هي بتعوض انسداد إيش الشرايين الرئيسية المغذية لعضلة القلب. السكتة الدماغية زي ما حكينا بتصير نتيجة إيش؟ نتيجة انسداد للأوعية الدموية المغذية للدماغ، وبالتالي بتوقف الدم بشكل كلي أو بشكل جزئي عن الأوعية الدم، عفوا عن الخلايا الدموية، عن الخلايا الدماغية، وبالتالي تتوقف عن العمل. أحيانا ممكن تصير بشكل مؤقت وبعد ذلك ترجع لوضعها الطبيعي، بنسميه احنا الـ TIA أو الـ Transient Ischemic Attack، كويس، وأحيانا ممكن يكون CVA اللي هو Cerebro Vascular Accident، أو اللي هو تجلط للدم داخل الوعاء الدموي المغذي للدماغ. المشكلة الرئيسية زي ما قلنا إنه هو تجمع الرواسب أو تراكم الرواسب الدهنية زي ما شفنا قبل شوي على الجدران الداخلية للأوعية الدموية. هلا إيش العوامل الخطورة؟ يعني إيش الأسباب اللي ممكن ترفع نسبة الإصابة بأمراض القلب الوعائية، سواء قلنا بتأثر على الدماغ أو بتأثر على القلب؟ عندي التاريخ المرضي للعائلة والعوامل الوراثية، وذكرنا قبل شوي قلنا شو يعني العامل الوراثي. تقدم العمر، أكثر من 45 سنة للرجال وأكثر من 55 سنة للنساء. الجنس، الذكور أكثر عرضة للإصابة من الإناث. التدخين والتدخين السلبي، الوزن الزائد والسمنة المفرطة، الإصابة بمرض السكري، الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول، واتباع نظام غذائي غير صحي، وقلة النشاط البدني والضغوطات النفسية. هذول هم نفسهم، كويس، هم نفسهم عوامل الاختطار للإصابة بمرض السكري، وعوامل الاختطار للإصابة بمرض اللي هو ارتفاع ضغط الدم الشرايين. من الأعراض اللي بتظهر على الأشخاص نتيجة إصابتهم بالنوبات القلبية، ألم أو عدم الراحة في وسط الصدر، كويس، وخصوصا يكون أحيانا ممكن يكون الألم هذا ممتد إلى الكتف الأيسر وإلى الذراعين، وأحيانا إلى الفك أو الظهر. أحيانا ممكن يكون مترافق مع صعوبة بالنفس أو ضيق في النفس، أحيانا ممكن يكون مترافق مع غثيان أو تقيؤ أو حالات إغماء، تعرق شديد وشحوب للوجه، وكذلك النساء أكثر عرضة لضيق النفس والغثيان والقيء وآلام الظهر والفك من الرجال. الآن أعراض السكتة الدماغية اللي ممكن تصيب الأشخاص نتيجة زي ما قلنا التوقف المفاجئ لضخ الدم للدماغ، ممكن يكون في عندي خدر في الوجه أو الذراع أو الساق، الارتباك، أحيانا يكون في عندي صعوبة في الكلام أو صعوبة في التحدث مع الآخرين، صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين، وصعوبة في المشي والدوخة وفقدان التوازن أو القدرة على التنسيق. ممكن كذلك يصير في عندي صداع شديد بدون سبب ظاهر، أو آخر شيء اللي هو الإغماء وفقدان الوعي. طبعا التشخيص للامراض القلبيه والوعائيه بيتم من خلال اللي هو التاريخ المرضي والاعراض السريريه، الاعراض السريريه ذكرناها قبل شوي. ممكن كذلك من خلال التخطيط الكهربائي للقلب والتخطيط الكهربائي للدماغ، فحص انزيمات القلب، صوره صدى القلب واختبار الجهد، القسطره القلبيه زي قبل شوي شفنا صوره القسطره القلبيه، يمكن نشوفها. صورة القسطرة القلبية هي عبارة عن صورة بالإكس راي تتاخذ للأوعية الدموية اللي قلنا عنها، اللي هي المغذية أو الشرايين المغذية عفوا للقلب، كويس، بتتم بشكل مبسط من خلال اللي هو إنه الطبيب بيعمل أكسس من خلال الفيمور الأرتري أو اللي هو الشريان الفخذي، وبيصل للشرايين القلبية. أحيانا ممكن نستخدم السي تي سكانينج أو اللي هو التصوير المقطعي، أو الـ MRI اللي هو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ لتشخيص جلطات الدماغية. طرق الوقاية والتقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية زيها زي الأشياء اللي شفناها قبل شوي، التوقف عن التدخين وشرب الكحول، تقليل من الملح، استهلاك كميات أكبر من الفواكه والخضروات،
ممارسة النشاط الرياضي بشكل مستمر، الالتزام بالحمية العلاجية والدوائية، الحفاظ على الوزن المثالي، وتجنب مصادر التوتر النفسي، و خلينا نحكي ممارسة التمارين الرياضية وسعة الصدر وتحمل الآخرين. تمام، هيك إن شاء الله بنكون إحنا أنهينا اللي هو المرض الثالث من الأمراض المزمنة اللي هو أمراض القلب الوعائية أو اللي هم الكارديوفاسكولار ديزيز بشكل عام. حكينا عن السكري، حكينا عن ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وحكينا عن أمراض القلب الوعائية. حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ طيب، أي تفاصيل إن شاء الله فيما يتعلق بالامتحان راح أخبركم فيها أول بأول. لسه في وقت للامتحان، في عندنا حوالي 9 أيام أو 10 أيام قبل الامتحان النصفي إن شاء الله رب العالمين. شكرا لكم جميعا على الحضور، ويعطيكم ألف عافية جميعا. يعطيك العافية دكتور.